أهلا وسهلا فيك يا عزيزتي، خليني أقول لك شيء مهم جدا. ما في شيء يسمن ولا ينحف الجسم كمكمل داخلي أو غذائي. ما في شيء تاخذينه وينحف كذا من يعني بسرعة. لازم تشتغلين على جسمك بطريقة صحيحة. ياما بالهبل في العالم كله، وافتحي الانستغرام، افتحي اليوتيوب، افتحي حتى جوجل الصور وشوفي كيف. أنا شخصيا شفتها وحدة هيكل عظمي، شوفين القفص الصدري وشوفين العمود الفقري، بعد كم مدة، كم سنة أو مدري كم شهر، جت وجسمها ما شاء الله على الجمال، ما شاء الله على التنسيق، يعني مفصل بطريقة جميلة، وزنها زايد بس كله عضل. انت ما انت محتاجه مكمل يدمرك من الداخل عشان يعطيك نتيجه خارجيه. ثقي تماما ان اي شيء تاخذينه يعطيك نتيجه فوريه معناه انه سوى شيء في الداخل غير جيد. يعني تبين نتيجه خارجيه على شيء بيطلع لك مع الايام يكون عبء عليك؟ لا طبعا، ما حد يفضل هذا الشيء. فامسك الحديد، عليك بالحديد، رياضه الحديد، يعني لعب المقاومه باشكاله، بالحديد، بالشرائط المفتوحه، بالكرة السويسرية، عندك يعني عالم الحديد مفتوح كامل، عندك حتى التي ار اكس اللي هو الحبل، جدا جميل. انا جربتها كلها وكلها جميلة، وكلها تبني لك عضل، ومو بس تبني لك عضل وتزيد وزنك وتبين انك زايدة حجم، لا، زيادة حجم جميلة، زيادة حجم بتنسيق يعني يطلع لك معالم الانوثة فيك بشكل جميل. وخليني انبهك على نقطة، مستحيل لو لعبتي عضل مدري لمتى سنة، يعني طولي على كيفك، مستحيل تصيرين مثل الرجل، مستحيل، إلا إذا أخذتي هرمون متعلق موجود في الرجل وأخذتيه أنت عشان تزيدين عضل بهذه الطريقة. يعني ولا مستحيل زيدي. أنا من 2009، وحنا الآن من 2022، وأنا ألعب حديد وألعب رياضة بشكل عام، بس ألعب حديد، ولا زاد وطلع فيني العضل زي ما يطلع في الرجل. مستحيل يطلع فيك العضل زي كذا، يطلع بطريقة أنثوية جميلة، خاصة إذا أنت يعني مو لاعبة أولمبية، يعني تحتاجين هدف معين، أنت بس تحتاجين إنك تنسقين جسمك وتزيدين وزنه. فانتبهي من أي مكمل أو أي شيء تاخذينه ويزيد وزنك. لا، عليك إنك تاكلين الخضروات، عليك إنك تاكلين أكل نظيف حلو، أو عليك إنك تلعبين حديد. اليوتيوب مليان، والتدريب الشخصي الأونلاين مليان، على الزوم كله موجود. بس انتي ابحثي على الطريقة الأنسب، وافتحي جوجل وعلى الصور وشوفي كيف الهياكل العظمية كيف صارت حلوة لما بدأوا يشتغلوا على أنفسهم. وصلت النتيجة مهما كانت المدة، بس وصلت وهي بصحة وعافية وهي سعيدة. فلا تحاولين تدخلين مكمل غذائي يعطيك نتيجة سريعة ويقلب لك النفسية. وأيضا النقطة الثانية، لا تحاولين تاكلين غصبا عنك، لأن أنا أشوف الرائد مع الأسف إن إذا أحد قال أبغى أزيد وزني يقولون له أكل كمية عالية خلال اليوم. طيب أوكي، وين نفسيتي؟ أنا خلال اليوم ما أقدر أكل هذه الكمية، أنا كشخص ما أقدر أكل هذه الكمية، ما عندي الشهية المفتوحة، أو ما عندي حتى القدرة أني أكل هذه الكمية. يعني عادي أكلها غصب عني، في النهاية أروح أتلوع ونفسيتي تنقلب ومزاجي ينقلب. لا، أنا أبغى أوصل وأنا سعيدة ومستمتعة وراضية طول الطريق اللي أنا أقطعه. تبين هذه الطريقة؟ امسك الحديد، وعليك بالخضروات والمعادن والفيتامين، وعليك بالأكل النظيف، لأن هذه الأشياء راح تساعدك أثناء شيل الحديد، وتخليك إن شاء الله قدرتك ترتفع وتشيلين وزن أعلى، وتشوفين جسمك كيف يتغير. هذه هي نصيحتي لك، ونصيحة جاية من خبرة أكثر من 11 سنة، عاد عديها كم سنة، من 2009 لين 2022. ما في أي مكمل ينحف ولا أي مكمل يسمن، فيه شيء اسمه عمل رياضة والنظر للأكل بنفسية مرتاحة. حطي تحت منه خط، أي نظام غذائي يخرب نفسيتك ألغيه من حياتك.